أعلنت غرفة عمليات متابعة الانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية تأخر فتح 107 لجان فرعية من لجان الانتخابات بسبب تأخر القضاء لوجود عدد من الحوادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والواقع في نطاق المنوفية. من ناحية أخرى، أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة من القوات المسلحة والشرطة والدفاع المدني ومدير المديريات بالمحافظة وعدد من الجهات المعنية لمتابعة سير العملية الانتخابية للتدخل السريع والتعامل مع شكاوى المواطنين.